فرحانه ولا فرحان؟ انت اكثر واحده عطيتك كادويت. اي شو ما كادويت عطيت؟ كادويت لعب وقصص وكرارس وعجبت كيما ترجع ولا اي شو بتجيب المره الجايه؟ باهي هذه البنوته الصغيره هي صاحبه الفكره نتاع اللعب والهدايا بالطبيعه في بلا قناع واحنا تبعناها فكره قيمه والصور نموذجيه للبنيه هذه شنو عملت في منطقه معزوله وصغيرات كيفهم هي ودخلت لهم الفرحه وخليكم معها صور وهذه هي صاحبه الفكره وبرافو ويعطيك الصحه. اليوم الهدية الرمضانية يظهر لي حاجة مختلفة تماما عن العادة للصغيرات نتاع السودان القيروان. الصغيرات فرحوا بوجودنا لهنا واحنا فرحنا كي ريناهم، ما شاء الله حبينا نجيبوا لهم أكثر من هكاية، وإن شاء الله الوخيين اللي يشوفوا فينا ويشوفوا في الصغيرات هذوما بالله تفكروهم بربي بربي تفكروهم بلبسة بقصص أدوات مدرسية سباب تراهو بالحق حالة متاعهم متعبة على الأخر. هي لافونتاج معناتها وقت اللي تلقى أدوات مدرسية تلقى لجوي تلقى شوية معناتها ألعاب مهم برشا ليفك العزلة على الصغيرات هذوما. الصغار هذوما منعزلين هما من اصله لا يعرفوا انترنت ولا عندهم حاجه اللي هي باش ترفه عليهم، لا عندهم دور ثقافه، لا عندهم منتزهات، ما عندهم شيء يشوفوا فيه كيف في التلفزه، كي راهو حاجه كيما هكا قصه ولا كتاب ولا ادوات مدرسيه بالنسبه لهم حاجه كبيره. هو لافونتاج معناتها سامحني سي فيصل العباسي كل واحد جاب صغاره اليوم، انت بصغيراتك مع الصغار نتاع المنطقه هي. اي نعم ماك تشوف فيهم ما شاء الله هذوما رجال تونس، هذوما اولادنا اللي لازمنا نعتنيو بهم، هذوما راهو الكنز نتاع تونس سواء كان لهنا وفي شبر في البلاد هذيا، راهم هذوما اولادنا لازمنا نلتفتوا لهم، احنا عندنا عطف خاص اتجاههم وحنيه خاصه اتجاههم. على فكره سي فيصل واخرت لي شويه، انا قريت في الريف وكبرت في الريف والصغار هذوما يمثلوني ومسلي عني بيه، معناتها هذوما راهم الاطارات نتاع البلاد، فما برشا توا في السلطه خرجوا من مناطق كيف من هكا، وفما حتى فيهم اللي هما وزراء. اليوم الكفاءه نتاع الصغار تنطلق من البلايص كيف من هيد. اي نعم سي محمد، البلاصه هذه راهي متقل الشان على كل المناطق الموجوده في تونس، من ارقى المناطق وانت جايه، راهم هذا كما قلت في البدايه راهو هذوما كنز نتاع البلاد، اثمن راس مال عندنا هذا، والراس مال هذا يعيش في حاله صعبه صعبه الى ابعد الحدود. Thank you.
هاي 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 هاي